ومشاهدي الكرام، الآن رح أنتقل وإياكم لفقرتنا اللي من خلالها رح نتعرف وإياكم على واحد من المراكز أو المؤسسات التنموية والتي تفضي مشاريعها جميعا لخير البشرية ولخدمة الإنسانية بشكل عام. مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة، واللي تأسس في عمان عام 2004 تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله. هذا المركز يقدم خدمات متكاملة ويعمل بشكل خاص، وهذا ما أعجبني، بأنه هذا المركز يعمل على رفع الوعي حيال القضية، قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، من منطلق حقوقي ومن مبدأ حقوقي بشكل عام، وهذا ما ينادي به العالم جميعا، وهذا ما يعمل به الأردن بشكل خاص للأشخاص ذوي الإعاقة. على كل حال، ضيوفنا رح يحدثونا أكثر على مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة، ورح يخبرونا أيضا على البرامج وعلى الخدمات وعلى الأفرع المنتشرة في مختلف محافظات المملكة. فاسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام. أولا أرحب من يساري الأب الدكتور شوقي بطريان، مدير عام مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور شوقي، وإحنا سعيدين باستضافة حضرتك والحديث عن ما يقدمه المركز من خدمات إنسانية للبشرية بشكل عام. أهلا ومرحبا بحضرتك. وأيضا أرحب بالسيد سهم دانات، وهو رئيس اللجنة اللامركزية أو المركزية في هذا المركز. أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. كيف نهاركم؟ هالصباح كويس؟ نهار ممتاز الحمد لله. هذا التلفزيون، ومن خلالكم نوجه كل التحية للجمهور الأردني طبعا، ونشكر التلفزيون الأردني على هذه اللفتة الرائعة لنشر الوعي لدى المواطن الأردني عن الأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا ومرحبا بحضرتك. مركزكم له قيمة معنوية وقيمة إنسانية وروحانية عظيمة، بأنه يقدم خدمات مجانية وخدمات لها علاقة بالمشروع الإنساني بشكل عام. يمكن قبل فقرة كنا نتحدث مع منظومة حقوق الإنسان وكيف الأردن يسعى لأن يعم السلام والحقوق بشكل عام لكل أصحابها. فخبرنا دكتور عن هذا المركز، عن التأسيس، عن الفكرة، وكيف بدأ بفكرة بسيطة في عمان ثم انتشر إلى باقي المحافظات. أولا، رسالة هذا المركز هي مستوحاة من رسالة الكنيسة في كل العالم. الكنيسة أينما وجدت يجب أن تقوم بخدمة هذا المجتمع الذي توجد فيه، ونحن في الأردن ككنيسة جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الحبيب. وكان الهدف دائما الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، أولا أن يشعروا بالمحبة، بأن يشعروا بأن لهم قيمة، بأن يشعروا بأنهم لهم فعالية بهذا المكان، وثانيا أن نقدم لهم كل الخدمات التقنية والاحترافية لكي يتمكنوا من إتمام مسيرتهم في هذا المجتمع. هذا المجتمع بالواقع بدأ بنية المؤسس، وهو المطران سليم الصائغ، المطران المتقاعد حاليا، وكان يهدف بالبداية إلى محبة هذا الإنسان، وبدأ دائما كما تفضلت بهذه الخدمة المجانية. نحن نعتمد اعتماد كامل على العناية الإلهية، ونقدم كل الخدمات بدون أي تمييز، لا بالعرق ولا بالدين، لكل أطياف هذا المجتمع ولمن هم بحاجة إلى ذلك. إضافة إلى ذلك، نحاول أن ننسج هذه العلاقة مع عائلات الأطفال. هذا جدا مهم طبعا، أن نساعد العائلة. هذه العائلة هناك عضو جديد، وهي بحاجة أن تتكيف مع هذا العضو الجديد. نساعد هذه العائلة، نساعد الأم، نساعد الأب، من خلال محاضرات، من خلال مواكبتهم بهذه المسيرة، من خلال التعاون المستمر بين المركز وبين العائلات، حتى ما يصير في فجوة يعني، وحتى يكونوا على اطلاع شو الخدمات اللي بتقدموها، شو بيحتاج ابنهم. نعم. أنتوا تعرفوا، هم يعرفوا كمان. نعم. وجدا مهم في شيء بالمركز أنا بعتز فيه، بالواقع أنا أطلق عليه عائلة المركز. نحن لا نعمل في المركز، نحن كلنا عائلة. نعم.
نحاول أولا أن ننسج هذه العلاقة بين هذه العائلة من كهنة وراهبات من عاملين من الجميع. وبالواقع ما يساعد المركزي هذه العلاقة الأخوية بين الجميع. الهدف واحد هو أن نساعد هذا الطفل منذ أن يأتي بالصباح، أن نحب هذا الطفل، أن نستقبله بابتسامة، وفي الواقع بالنهاية نكتشف أن هذا الطفل هو الذي ساعدنا وليس نحن من ساعد هذا الطفل. وهو ساعدنا أن فعلا أن نقدر قيمة الحياة عندنا. فأحيانا من خلال ابتسامة واحدة من أي طفل من ذوي الإعاقة فعلا نستعد كل عافيتنا بهذا النهار. فالعلاقة جدا رائعة وجدا جميلة بيننا وبينه، هذا جدا يساعد على مسيرة المركز. طبعا أيضا أود من خلال هذا المنبر الكريم أن أوجه كلمة لكل من ساعد هذا المركز، سواء من داعمين محليين أو داعمين من الخارج دون ذكر أسماء. طبعا الشكر للجميع على كل الدعم الذي يقدموه، سواء العيني سواء التقني، بأي مجال. ففعلا أشكرهم والله يبارك كل الجهود الذين يقومون بها. نعم أستاذ سهم، يعني حضرتك من خلال عملك في هذا المركز، أنا حابة تخبرني على البرامج وعلى الخدمات اللي بتم تقديمها، وخصوصا أنه إحنا نتحدث على أطفال قد يكون يعني من مختلف الإعاقات، من حيث النوع، من حيث الشدة كمان. فكيف تتعاملوا وكيف بتبرمجوا خدماتكم بحيث أنها توفي كل الأطفال اللي عندهم إعاقات مختلفة؟ بداية أنت صباح الخير إليك وصباح الخير لجميع مشاهدينا. هلأ قبل التحدث عن الخدمات اللي تقدمها مركز سيد السلام للأشخاص ذوي الإعاقة، أود التحدث عن الانتشار وتوزيع مراكز سيد السلام. عندنا الفرع الرئيسي لمركز سيد السلام هو بعمان طريق المطار، وبعد ذلك أنشأنا فرع متكامل بالجنوب محافظة العقبة، وبعد ذلك أثرنا على فتح 4 وحدات علاج طبيعي للعناية بالإعاقات الحركية في محافظة الفحيص والزرقاء وعنجرة والمفرق. وجميع هاي الأفرع والمراكز هي بتشتغل ضمن رسالة وفلسفة مركز سيدة السلام، ألا وهي المجانية بالعطاء وتقبل الآخر. هلا فيما يتعلق بالخدمات المهنية والاحترافية اللي قدمها مركز سيدة السلام، هي بتتناوب ما بين خدمات تقدم للشخص ذوي الإعاقة مباشرة وخدمات تقدم للأسرة وللمجتمع بشكل عام. هلا فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها مركز سيدة السلام، بقدم خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي لمختلف أنواع الإعاقات الحركية. ومن خلال هذا القسم نسعى للوصول لأكبر درجة من الاستقلالية والاعتماد على الذات مع مختلف أنواع الإعاقات الحركية. ونعتمد بشكل أساسي أيضا على تدريب الأسرة والأم بشكل ذات على كيف بشكل خاص على كيفية التعامل مع الطفل في المنزل. وهذا جزء من مسؤولية ودور مركز سيدة السلام برفع درجة الوعي للأسرة على كيفية التعامل مع أبنائهم. بالأخص الإعاقة نحكي عن حالة مرافقة دائمة للطفل، وهي بحاجة للرعاية المستمرة إن كان بالمركز أو إن كان بالمنزل. هلا القسم الثاني اللي نعنى فيه منعنا بالإعاقات العقلية من خلال قسمين رئيسيات. عندنا قسم أكاديمي بقدم خدمة التدريب الأكاديمي والتدريب التأهيلي ب4 برامج رئيسية، هي برامج التواصل، العناية الذاتية، المهارات الحركية والمهارات الأكاديمية، من خلال 3 غرف صفية بإشراف معلمات ذات خبرة وتدريب على درجة عالية. قديش بيكون العدد مثلا بشكل عام؟ هلا الغرف الصفية عندنا 24 طالب بشكل يومي، باقي الأقسام نعتمد نظام جلسات. هذا في عمان؟ بعمان. هلا بنعتمد نظام جلسات لكل معالج تقريبا من كل طفل عنده خصوصية يمكن. بالضبط. هلا بيعتمد على درجة الإعاقة، بعض الإعاقات قادرين على التواصل ضمن مجموعة، وهذول الأطفال احنا بندمجهم ضمن مجموعات تعليم بالغرف الصفية. أما الإعاقات الشديدة والإعاقات الشديدة والدون سن 6 سنوات بنرفقهم ببرنامج بنسميه برنامج التدخل المبكر، اللي بيعتمد على تدريب الطفل والأم بنفس الوقت على كيفية التعامل. هلا القسم الثاني عندنا قسم سمع ونطق، عيادة سمع ونطق للتعامل مع جميع مشاكل مرتبطة باللغة ومخارج الحروف. وهي المشكلة للأسف هي مشكلة عامة مع أغلب أنواع الإعاقات الحركية والإعاقات العقلية، فبالتالي هذا من الأقسام اللي عندنا عليها ضغط وعمل بشكل مستمر. هلا جديد من سنتين، من 2015 قمنا بإنشاء وحدة متخصصة لتصنيع الأطراف والجبائر الاصطناعية، مشان تكون خدمتنا مركز سيدة السلام هي خدمة كاملة وشامل
بحيث أنه نغطي جميع الأجهزة التقويمية للحالات بحاجة إلى الإعاقات الحركية لتصحيح التشوهات أو لتعويض الفقد لبعض حالات فاقدي الأطراف السفلية. يعني عم تحكي على مصنع؟ هو مشغل يعني العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة هو عمل صعب، وانت بحاجه يكون عندك فريق كامل متكامل يلي نعم يلي يسعى لتغطيه جميع جوانب واحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقه. هاي من ناحيه الخدمه المباشره للشخص ذوي الاعاقه. هلا النوع الثاني من البرامج المقدمه هي البرامج التوعيه على مستوى الاسره وعلى مستوى المجتمع. مثل مع بدايه عام 2017 اطلقنا حمله مع المدارس للتوعيه حول قبول الاخر وقبول الطالب المختلف، لأنه عملية التأهيل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بتسعى بشكلها النهائي إلى الدمج وقبول الطفل ذوي الإعاقة بالمجتمع. فعملنا حملة في مختلف المدارس بتوعية حول قبول الآخر والمختلف وأهمية التركيز على أوجه التشابه ما بين طفل ذوي الإعاقة والطالب من غير ذوي الإعاقة لكي نعطيهم فرصة أكثر وفرصة أقوى لقبولهم بالمدارس النظامية. تعرف أستاذ سهام ودكتور شوقي، هذيك اليوم تفرجت على برنامج كرتون ياباني، حبيت انهم مدخلين ضمن الفريق طفل على الكرسي المتحرك، فعجبتني الفكره. لازم يكون موجود هذا الطفل لانه حتى يشوفه، حتى يصير الناس يعني يعتادوا ان يكون هذا الشخص بينهم. على كل حال دكتور شوقي، رسول الإنسانية السيد المسيح عليه السلام يعني عندما قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، هي مقولة تغني عن 100,000 مقولة، لأنه إحنا بنفهم أنه في شيء أكبر من موضوع أن تأكل وتشبع أو أن تنام وترتاح. هناك موضوع أن تكون تشعر بأدميتك وإنسانيتك. قد يكون مشروع سيدة السلام، على كل حال أنا بس أمر من طريق المطار وأشوف الإشارة تاعتكم برتاح جدا للإسم، وكنت بحب أروح أشوف شو هذا المركز شو بيشتغل بيعمله، فإجت الفرصة أن قابلتكم الحمد لله. هذه للمرة الثانية على كل حال أنا أقابل وتحدث عن هذا المركز. هذا المركز يقدم هاي الخدمات بطريقة إنسانية بحتة، بغض النظر عن اللون وعن الجنس وعن الدين ومن هو وليش هو فقير غني مسيحي مسلم أردني غير أردني يحمل رقما وطنيا أو لا، هو إنسان. ردة الفعل دكتور، أنا بدي أسمع ردة الفعل، لأنني أعلم بأنها عندما تكون الكنيسة هي ليست مجرد دار للعبادة، هي ملجأ للبشرية بشكل عام ومأوى. كيف تكون ردة الفعل عندكم؟ كيف بتستقبلوا هذه ردة الفعل؟ كيف تقرؤوها؟ في الواقع أنا بضيف كمان شيء على موضوع كلام السيد المسيح الذي قال وإحنا معتمد عليه كثير، نعم، اللي هو مجانا أخذتم مجانا أعطوا. بالحياة الله يهب الكثير من النعم مجانا، وبالتالي نحن أيضا علينا أن نقدم هذه النعم والهبات مجانا، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة لهم أكثر فئة بحاجة إلى هذا الدعم. بالواقع ردة الفعل هي دائما رائعة، العلاقة مع العائلة جدا رائعة. يعني إحنا دائما نلتقي مع العائلة بعد العلاج. في كثير من الحفلات، مثلا قبل فترة كان عندنا حفلة عيد الأم 18، احنا عملناها 18/3، وقام الأولاد ساعدناهم بتحضير بعض الهدايا لأمهاتهم، وكان جدا رائع. هذه العلاقة بين المركز، بين العائلة مع الأولاد، والأمهات طبعا نسألهم بطريقة عفوية شو رأيكم بالتقييم، شو رأيكم بالعمل، كيف كان الاستقبال، لأنه بحاجة دائما أن نحسن هذا العمل. هناك علاقة جدا رائعة. أيضا ركز على عائلة المركز، كل من يأتي إلى هذا المركز حتى يحسوا بالأمان والطمأنينة، بالتالي بتصير يمكن نتائج إيجابية أكثر. طبعا. وبعدين على موضوع الحكيتي قبل على وجود شاغر لذوي الإعاقة، قبل أسبوعين برضو هيك كمان لفتة اتصل معنا مصنع وعنده شاغر على مقسم، وهذا الشاغر يجب أن يكون لشخص ذوي إعاقة خاصة على وبده إياه على ويلتشير، وحاولنا نعمل اتصالات نلاقي حدا يشتغل بهذا المجال. ففي بعض الأماكن، ويا ريت كل المؤسسات الموجودة الخاصة والحكومية يكون في عنده دائما هذا الشاغر، لأنه عملنا ما بيكتمل إلا إذا هذا الشخص ذهب وفعلا يعني وجد نتاج. صح. كل التعب اللي نعم.
نعم، إن شاء الله دائما للخير، خير الإنساني والبشري. أنا سعيدة بلقائكم والحديث عن هذا المركز. شكرا. الذي يقدم قيمة إنسانية كبيرة للمجتمع الأردني والمجتمع العربي بشكل عام. الأب الدكتور شوقي بطريان، شكرا جزيلا لحضرتك، صباحك طيب إن شاء الله. تحياتنا أستاذ سهم دانات لكل العاملين في المركز، شكرا جزيلا. شكرا. صباحكم طيب. شكرا. شكرا.